تواصل القوات العراقية تقدمها في مدينة الرمادي والمناطق التي حولها بعد أن حررت منطقة لوعيثة وباتت الآن تسيطر على نصف مساحة منطقة الصوفية. يأتي هذا فيما يحاول مسلحو داعش عرقلة التحرير في محافظة الأنبار من خلال استهداف القوات العراقية بسيارات مفخخة. مراسلنا معاذ الضيغمي يرصد لنا الوضع من الرمادي في سياق التقرير التالي. عمليات عسكرية موسعة وهجمات مكثفة شرعت بها القوات العراقية المشتركة لاقتحام آخر المناطق التي يتحصن فيها داعش في مدينة الرمادي. القوات العراقية استطاعت تحرير منطقة البعيثة شمال نهر الفرات، في حين نجح جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام منطقة الصوفية شرقي الرمادي وحرر نصف مساحتها الممتدة من منطقة البعلوان إلى شارع 40 مرورا بسدة نهر الفرات، وفتش جميع المنازل لإزالة العبوات الناسفة والتأكد من خلوها من مسلحي داعش. تطهير منطقة الصوفية منطقة البعلوان باتجاه منطقة البوفهات، حاليا قطعتنا على شارع الأربعين، شارع 40 ويسمونه فلكة النافورة إن شاء الله. حاليا احنا بهذا الموقع تم السيطرة على هذه المناطق بالكامل، وتم قتل أكثر من 18 إرهابي، جثثهم موجودة بالشوارع حاليا. بالإضافة إلى الضفة الثانية من النهر تم تطهيرها من قبل قطعات عمليات الأنبار اللي هي منطقة البعيثة وكذلك منطقة الحامضية. السيارات المفخخة هي أكثر ما يهدد القوات العراقية، لذلك نشرت وحدات مجهزة بصواريخ مضادة للدروع مهمتها تدمير السيارات المفخخة والمصفحة. اليوم تقدمنا على منطقة الصوفية وكان العدو يواجهنا بالعجلات المفخخة والمدرعات المفخخة، وبفضل الله سبحانه وتعالى قام جهاز مكافحة الإرهاب باستيراد هذا السلاح الحديث اللي نوع بازوكا يخترق 40 سنتيم من الحديد المصفح. واليوم قام العدو بتوجيه 3 عجلات مفخخة باتجاه القوات المتقدمة على الصوفية. ما يميز معركة الصوفية عن باقي المعارك التي خاضتها القوات العراقية هو أن حجم الدمار في البنى الأساسية والمنازل قليل جدا مقارنة بمركز الرمادي، ذلك فضلا عن إشراك قوات محلية من محافظة الأنبار خلال عمليات الاقتحام والتحرير. وبعد تحرير الصوفية لم يتبقى أمام القوات العراقية سوى تطهير منطقة المضيق وحصيبة وجويبة والبغانم حتى تصبح الرمادي وما حولها محررة بالكامل. معاذ الضيغمي، أخبار الآن، الأنبار.